في ترافلدور تتعرف على أشخاص من ذهب، فضل خدمتهم، عزيمتهم وإرادتهم اللي لا تقهر. نحكي لكم على ولاية كيف الأخرين، اختار طريق خارق للعادة، ولاية عمل من هواية منهج حياة. اختار أنه يؤمن بنفسه بشغفه حتى لو ما أمنوش به الأخرين. قرر يحقق أحلامه فضل خدمته واجتهاده. نحكي لكم على خالد الحليبي. تولد خالد الحليبي في تونس نهار 18 جوان 1983 في باردو. في عمر 5 سنين يتنقل خالد مع والده ووالدته لباريس، سفرة بدأت معها التضحيات. خالد حل عينيه وتغرم بألعاب الفيديو من عمر 4 سنين. شغف وغرام عنده هو كما ملايين الأطفال حول العالم. غرام خلى عائلته تتقلق وتخاف. تخاف لخالد يتشتت بين القراية والألعاب. وقتها ما كانوش يعرفوا لهوايته باش تكون بداية قصة نجاح خارقة للعادة. خالد يولي فيسا يلعب مع فرق محترفة، وفي نفس الوقت يواصل دراسته الثانوية والجامعية بتفوق. ومباشرة بعد التخرج تجي فرصة عمل بين زوز مؤسسات كبيرة اللي هما بانك اوف امريكا واي بي اس. أسامي في حد ذاتها طموح أغلب شباب المتخرجين من المدارس الكبرى في العالم. لكن مرة أخرى خالد ما يختارش ثنية سهلة، يختار الشركة اللي أمنت به، اللي تسمح له باش تواصل طريقه في التكنولوجيا، واللي قدمت له أكثر من مستقبل في مجرد بنك. خليته في فرع يهتم بالاستثمار في المؤسسات المهتمة بالتكنولوجيا. خالد حليبي واعي اللي هو قدام فرصة كبيرة، يخدم حتى 115 ساعة في الأسبوع. خالد حليبي يستثمر كل أمواله وقتها 25,000 دولار في شركة مؤمن بإمكانياتها، وفي نفس الوقت كان مراقب مالي لعملاق ألعاب الفيديو العالمي بيك بوينت. 2011 في عمر خالد الحليبي 28 سنة، الشركة الألمانية لصناعة ألعاب الفيديو اللي موجودة في عدة بلدان في العالم كما كوريا، ألمانيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية تطلب منه أن يلتحق بفريقها كمسؤول على الإنتاج. خالد الحليبي يخرج مرة أخرى من منطقة الرفاهية، يتنقل لألمانيا وهو ما يتكلمش حتى كلمة بالألمانية، ويصبح مسؤول في عمر 28 عام على مئات الموظفين. والصعوبة الأخرى أنه يلتحق بشركة تمر بضيقة مالية كبيرة. خالد حليوي كان يعرف أنه مش موجود في الشركة باش يشخص المشاكل كهو، لكن زاد يلقى حلول. خالد حليوي ياخذ قرارات صائبة للشركة مع أنها قرارات صعيبة، لكن يطبقها بكل حزم. خالد يمن أكثر من أي وقت بنفسه ويعمل شعار وحيد، ما تخلي حتى حد يقولك انت ايش نجم تعمل، انت الوحيد اللي تعرف شنو تنجم تنجز. تحت إدارة خالد الحليبي شركة بيك بوينت تتعافى ماليا، تسجل 400,000 مشترك في ألعابها، وتحقق رقم تعامل يوصل الـ1 مليار دولار في النهار. خالد الحليبي أثبت أنه حتى أبسط الهوايات نجم تكون طريق أكبر النجاحات، أنه سر في النجاح ما عندوش لون، لغة وإلا جنسية. الحل الوحيد لفك شفرة السر هذا هو العمل بلا هوادة. حكينا لكم اليوم على قصة نجاح ذهبية، على قصة تونسية، قصة خالد الحليبي.